تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة المميزة المليئة بالابتسامة، المليئة بالسعادة، المليئة بالطاقة الإيجابية، المليئة إن شاء الله بأيام مفرحة عليكم كلكم مستمعينا. فحياكم الله معانا في صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن في بداية حلقتنا نذكركم بس بأرقام التواصل على 600-551414، هذا للاتصال. الرسائل النصية على 4006، وأيضا موجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي اللي حاب يتواصل معانا عبر الانستغرام لايف، ممكن أنه يعطينا بعد كذلك شوية من طاقته الإيجابية. المجال مفتوح لكم مستمعينا، اللي عنده أي مداخلة، اللي عنده أي رسالة إيجابية يبغي يوجهها للجمهور، ممكن أنه يتصل فينا أو يرسل لنا رسالة نصية ما نقراها إن شاء الله. نبغي اليوم يعني الحلقة تكون شوية مختلفة، نبغيها مليئة بالسعادة، مليئة بالإيجابية. اللي عنده أفكار ممكن نتطور العمل بعد كذلك يبعث لنا إياها. عشان شي اليوم دراستنا بتكون شوي مختلفة. الدراسة اللي عندنا تقول العلماء يبتكرون حبوب السعادة. أطلق علماء البيولوجيا الجزئية على النتائج التي توصلوا إليها جراء التحسينات التي قاموا بها على الأوكسيتوسين، تسمية حبوب السعادة. طبعا موقع technology.org نشر أن العلماء، علماء الأحياء في جامعة كويزلاند الأسترالية، طوروا نسخة اصطناعية محسنة من هرمون الحب والسعادة. الباحثين يقولون أن هذا العقار الجديد المطور من الأوكسيتوسين الصناعي لا يضر بالجسم على الإطلاق وليس له آثار جانبية، على العكس أن هذا الهرمون يفرز في حالات الحب والثقة والهدوء، اللي يؤدي في حالة زيادة إلى ظهور وتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة. وتظهر قدرة الدواء الجديد في الحفاظ على حالات السعادة لفترات طويلة دون أن يحدث أي آثار جانبية. كما أظهرت الاختبارات على القوارض أن الدواء الجديد يمكن استخدامه لعلاج أمراض خطيرة متعلقة بالجهاز العصبي، ويساعد في علاج مرضى الاكتئاب والتوحد. هذه كانت دراستنا اليوم، تتكلم عن حبوب السعادة، ولكن تبقى عملية أنك أنت تكون سعيد هي خيار شخصي لك أنت. أنت اللي تقرر تكون سعيد ولا تكون تعيس، تكون فرحان ومستانس ولا تكون مكتئب وحزين، تغير من شخصيتك للأحسن. فعشان شي يعني دائما ما ننصحكم ونقولكم أن قرار السعادة هو قرار شخصي. الأمور اللي تتوفر لك في هذا المجال كثيرة، ولكن إذا أنت ما اخترت أنك أنت تكون سعيد، ونحن اخترنا أن نكون أسعد شعب لأن عندنا قيادة حكيمة، قيادة تجعلنا نحن سعداء، قيادة تزرع فينا الحب والإخلاص لهذا الوطن. فخيارنا نكون سعيدين، نكون أسعد شعب دائما، والله لا يغير علينا.
قولوا آمين. عموما ناخذ بس هذه المداخلة وبعدين بقرأ رسائلكم أعزائي المستمعين. هذه المداخلة طبعا اللي تعودنا عليها من الأخت أسمى الجناحي مسؤولة الإعلام الاجتماعي عندنا في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أسمى وصباح السعادة. صبحكم الله بالنور السرور أخوي محمود وصبحكم سعادة، ونتمنى لكم الجمهور يوم سعيد، يوم عالمي سعيد. آمين يا رب. خبرينا شو المستجدات عندنا في وسائل التواصل الاجتماعي. صراحة عندنا مجموعة من الأشياء، منها حاليا متواجدين في موقع انطلاقة المشروع الثاني أو المرحلة الرابعة من مشروع دبي المستقبل. هذا الاجتماع الأول، والانطلاقة الرسمية راح تكون إن شاء الله يوم الخميس. بعرف كل المشاريع وكل التحديات مثل ما يسمونها، يعني في كل مرحلة يكون في تحدي جديد نتحداه مع القطاع الخاص وكل التطبيقة لتسريع المستقبل ولصنع المستقبل. شعارهم هذا العام هو صناعة، مو بس صناعة المستقبل، أيضا الابتكار والمجتمع. وتقريبا أخوي محمود في عدد كبير من الشركات، تقريبا 25 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. فكل المؤسسات اللي يعني بدأوا يشتغلون بالذكاء الاصطناعي عندهم 25 شركة عالمية موجودة أيضا في المرحلة الرابعة لمساعدتهم إذا يتخطون هاي التحديات. أيضا نتمنى المتابعين أن يتابعون حساباتنا. اليوم نحن مركزين على يوم السعادة وبعض النصائح الجميلة اللي نحن نشاركها متابعينا بموضوع السعادة ويوم السعادة العالمي. والسعادة مو بس يوم، مو باليوم بس يبتسمون، لكن أسلوب حياة وطريقة إيجابية، يعني الفكر الإيجابي راح يؤدي للسعادة. أحسنتي أحسنتي. ونختمها بالرسالة الصباحية اللي نحن قلنا إياها اليوم، أن الابتسامة هي من ضمن الرسائل اللي حطيناها اليوم غير الرسائل الصباحية. ابتسم، فالابتسامة تساعد على جعل كل من حولك سعداء. فنحن نتمنى أن الواحد حتى لو هو ممكن مضايق، إنسان ممكن معرض لكثير من الهموم، لكن ابتسامته ممكن تكون سبب للسعادة. هي لغة غير مكتوبة لكنها مفهومة في كل العالم. صحيح. فنقول لهم ابتسموا ويومكم سعيد. شكرا لك أسماء، وصباحك إن شاء الله ويومك كله يكون سعيد، وشاكرين لك هذه المداخلة الإيجابية، وإن شاء الله يا رب يعني تحقق أحلامك وأحلام جميع المسلمين. شكرا جزيلا لك. طيب، كانت معنا أسماء الجناحي تحدثتنا عن بعض أهم ما يدور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في هيئة الصحة بدبي. يعني سيف الهرمود يقول يوم السعادة العالمي، لن تكون سعيدا وأنت لا تصلي، لن تكون سعيدا وأنت تهجر القرآن، لن تكون سعيدا وأنت لا تصل رحمك. أحسنت يا سيف. كل هذه الأمور أكيد راح تساهم في عملية أنك أنت تكون سعيد. في رسائل البث المباشر، زين مش كل الرسائل مش سعيدة، ولكن يعني إن شاء الله يا رب أن تكون مشاكلكم كلها تنحل يا رب. الواحد يفكر فيها بهذا الشكل. ببرع يقول السلام عليكم أخوي بيوسف، فرسالتي اليوم أقول شكرا شكرا بلدية دبي. العفو. شكرا لكل الدوائر الحكومية في دبي. الله يحفظ شيوخ الإمارات، اللهم آمين. الله يحفظ المقيمين في دولة الإمارات، بعد نقول اللهم آمين. في عندنا هني ابتسم وانسى همومك، افرح وخليك سعيد. أحسنت. حنان تقول ما اعتذر منك، لا أعرف معنى كلمة السعادة اجتماعيا وعلى صعيد العمل. طيب هني شوي سامحني، أنا عاد بتكلم في هذا الموضوع في دقيقة إن شاء الله، في نص دقيقة حتى. مسألة أخواني، يعني هذه رسالة نوجهها لكل الموظفين. دائما استمتع بعملك. عندك مدير يضايق، استمتع بعملك. عندك مدير ما يعطيك حقك في الدوام، استمتع بالعمل. تعرف ليش؟ لأنك أنت ما تشتغل عند هذا المدير، أنت تشتغل عند يعني قادة يحرصون على أنك أنت تكون سعيد. فلا تخلي مديرك يضايق، ولا تخلي يعني ممكن أنه يحبطك
أو يدمر أحلامك. أحلامك أنت تصنعها، سعادتك أنت تصنعها. وهذه رسالة كذلك للمدراء يا أخوان، الموظفين الموجودين عندكم هذين محتاجين أنكم أنتوا قد ما تقدرون توفروا لهم البيئة السليمة للسعادة وللعطاء. أبدا ما بيعطيك الموظف اللي أنت تبغيه من غير ما يكون سعيد. فإذا كان مرتاح، نفسيته مرتاحة، جاي الدوام وهو مستانس، إنزين بطبيعة الحال بينتج لك إنتاج صح. وهذا اللي قاعد يصير. فلما نقول نحن شكرا سيدي محمد بن راشد على السعادة اللي وهبت لها لنا، شكرا لسيدي محمد بن زايد على الحرص اللي توليه لنا، وكل الشكر كلمات الشكر أصلا ما توفي حقه لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الله يحفظه الله يحفظه، قولوا آمين. يعني شو نبغي أكثر عن شي؟ كل مقومات السعادة موجودة عندنا. والله الواحد يعني يسافر ويشوف، يشوف البلادين الثانية، أقسم بالله ما في مثل الإمارات. أمان، الصحة، التعليم، السعادة. ففكروا فيها بهذا الجانب يا جماعة الخير. نحن اليوم شوي ما نخلي حلقتنا مختلفة، لأن نحتاج أن يكون عندنا تفكير إيجابي، أن تكون عندنا طاقة إيجابية، دائما نفكر بشكل إيجابي. لأن أرجع وأقول أنه هو قرار شخصي، بالعلم بالأدلة بكل شيء، هو قرار شخصي. زين، لا تقول لي لا تحط اللوم دائما على الأشياء اللي حواليك. لا، في عندك أنت في داخلك في مثل بالونة خاصة فيك، هذه البالونة أنت تعبيها بالأشياء اللي تبغيها تنعكس عليك. فهذا صباحكم سعادة إن شاء الله. نحن متواصلين معاكم وأمورنا إن شاء الله بتكون طيبة طالما نحن نفكر بتفكير إيجابي. بعد الفاصل إن شاء الله بيكون عندنا موضوع جميل جدا، مناخذكم في واحدة من الفعاليات المهمة اللي تقام حاليا في هيئة الصحة بدبي، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، ويمكن ثاني جهة حكومية في العالم تقيم هذه الفعالية اللي هي هيئة الصحة بدبي بعد ناسا الفضائية. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. صباحكم إن شاء الله مليء بالسعادة، بعيد عن الهموم وبعيد عن كل شيء ممكن ينغص حياتكم. نتمنى إن شاء الله أن أيامكم كلها تكون سعادة، وإن شاء الله تكون يعني يكون التفكير الإيجابي أول خطواتكم لتحقيق النجاح وتغيير العادات والسلوكيات اللي ممكن أن تحبطك وممكن أنها ما توصلك للمكان اللي أنت تتمناه. عموما أنا عندي سعادة هي وسيلة للحياة، وهي سلاح يحميك من الهم وزعل وضيق. أحسنت. أنا أستطيع، لا هذه الرسالة سلبية ما منقولها اليوم. يا حيكم شكرا لكم. صباحكم ورد. عباس فرض الله ومحمد إبراهيم حياكم الله، مستمتعين برسائلكم النصية. طيب نحن قبل الفاصل نحن قلنا منتكلم عن شغلة، يعني منتكلم عنها وتحدث يعني أو تشهد هيئة الصحة بدبي فعاليات مهمة ومناقشات عصف ذهني حول الابتكار الإبداع والعديد من الأمور المستقبلية، هذا ضمن مؤتمر تيدكس العالمي. إنزين، عشان نقرب لكم الصورة، كان يسألني نمر شو يعني تيدكس. تيدكس يعني هو مؤتمر سنوي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية، يهتم بنشر الأفكار اللي تستحق التقدير والاهتمامات في مجالات متعددة، من ضمنها مجالات تقنية، تصميم، ترفيه، اجتماعية. فكان يعني هو اختصار لتكنولوجي انترتينمنت ديزاين. انزين، المواضيع اللي تطرح في هذا المؤتمر تغطي العلوم، الفنون، التصميم، القضايا العالمية، العمارة التقنية،
وغيرها الكثير. المتحدثين دائما يأتون من أماكن متعددة في العالم، في منهم لهم مناصب عليا على الصعيد العالمي مثل رؤساء الدول، في مدراء تنفيذيين ممكن يتكلمون، وأيضا إعلاميين حاصلين على جوائز نوبل وجوائز عالمية. يمكن من أشهر الناس اللي تكلموا في تيدكس كان الرئيس الأمريكي السابق، أو السابق ومش الأسبق، اللي هو بيل كلينتون. طبعا كذلك بيل جيتس تكلم، مؤسس شركة مايكروسوفت. فبدأ تيدكس عام 1984 كفكرة. الآن المؤتمر يستضاف من قبل يعني مؤسسة غير ربحية في عام 2006، وكل سنة يعلنون عن الفائزين من المتحدثين في المؤتمر، في لها جوائز عالمية ضخمة. غير هذا أنه يتم تعهد الكثير من المتحدثين برعاية خاصة للناس اللي هم عندهم الإبداع، عندهم الأفكار الرائعة، عندهم أيضا بعض الشغلات اللي ممكن تفيد البشرية، يتم رعايتهم من قبل أصحاب القرار ورؤوس الأموال. رجال الأعمال كذلك هم عندهم يعني يرعونهم من هذا المكان. ف يعني مثل ما قلنا أن بدايته بدت عام 1984، كان تيدكس عبارة عن مؤتمر سنوي يجمع المتخصصين في هذه المجالات الثلاثة، تبادل الأفكار والإبداع وغيرها. الحين نحن ما نتكلم عن تيدكس دي اتش اي. انزين، هذا لتنظم هيئة الصحة بدبي، يعني مؤتمر حيوي بالتنسيق مع هذه المؤسسة، وفي لها العديد من المواضيع. نحن نتعرف على هذه المسألة مع الدكتور محمد الرضا، مدير مكتب التحول التنظيمي، معنا عبر الهاتف ومن موقع الحدث. صباحك الله بالخير دكتور، صباح السعادة. صباحك الله بالنور والسرور يا أبو يوسف. طيب ليه ما طلعت من اللفت وهذا؟ أنا قلت بعطي المستمعين يعني بعض النبذة عن موضوع تيدكس، لكن خلنا نتعرف على يعني تيدكس دي اتش اي. شو هو تيدكس دي اتش اي وشو اللي بتسوون اليوم؟ طبعا تيدكس دي اتش اي هي فعالية التحول اللي تشهدها هيئة الصحة بدبي، تعرف من تأسيس المكتب في 2016 وتعيين معالي رئيس مجلس إدارة ومجلس إدارة في هيئة الصحة، كان التوجه أن خلنا نتكلم عن الترانسفورميشن أو التحول اللي بيحدث لهيئة الصحة. جميل. وبالفعل تم تأسيس المكتب وتم إناطة ما يقارب 15 برنامج استراتيجي وأكثر من 100 مبادرة استراتيجية للمكتب. طيب كيف نحن نعزز ثقافة التحول وكيف نحن نعزز التوعية اللي بتستوي عن التحول؟ هي من خلال هذه الفعاليات. هذه الفعالية يمكن نحن خرجنا خارج الإطار أو out of the box مثل ما يقولون، وعملنا فعالية بالتعاون مع تيدكس وسميناها تيدكس دبي هيلث أوثوريتي. يمكن هذه أول مرة لمؤسسة حكومية تعمل partnership أو تعاون مع تيدكس. يمكن نحن حتى ثالث مؤسسة حكومية في العالم تعمل هذا التعاون بعد وزارة الدفاع الأمريكية وناسا. أنا قلت الثاني، أنا عبالي نحن الثاني. نحن تقريبا الاول في هذا في هالمنطقه، ولكن بعد وزاره الدفاع الامريكيه وبعد ناسا نحن نعتبر الثالث عالميا. الحمد لله الله وفقنا وخذنا الموافقات، ومتحدثين من جميع انحاء العالم. عندنا متحدثين ايضا لاول مره باللغه العربيه، حبينا نحن نعزز ثقافتنا من خلال هذه المنصه العالميه. طبعا أنا بعد أحب أنوه قبل ما ندخل في المواضيع والمتحدثين، أن مكان الفعالية مكان عزيز علينا كلنا، متحف الاتحاد. صح. هو يمكن مكان أكثر من رائع، من سواء من التجهيزات والآخري، ولكن أكثر من هذا حبينا أيضا نعرض التحول اللي استوى لدولة الإمارات على مدى 44-45 عام اللي مضوا، بحيث أن هذه المنصة يعني عالمية أيضا تتجه للعالم، ولكن بفكر الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. طيب دكتور، نتحدث عن أهمية هذا المؤتمر لهيئة الصحة بدبي والمحاور المطروحة وعدد المشاركين اللي حطيته في هذه الفعالية. أنا عندي علم أنه عدد محدود للمشاركة.
صحيح، وحبينا الأول عام نفتحها فقط لموظفي هيئة الصحة، تكون لهم الأولوية. عارف إحنا عندنا ما يقابل صارت 13,000 موظف عندنا في هيئة الصحة، والمقاعد محدودة 120 كرسي تقريبا، لكن ما شاء الله الإقبال كان كبير على حجز المقاعد، وبإذن الله يعني بتكون فعالية جدا ناجحة، واللي ما قدر يحضر من موظفي هيئة الصحة أو من خارج هيئة الصحة بإذن الله بيكون في ستريمينج بعد الفعالية وأثناء الفعالية أيضا. بالنسبة للمواضيع المطروحة بنتكلم عن التكنولوجيا الجديدة، بنتكلم حتى عن الصحة النفسية وارتباطها بالتمدن اللي حادث عندنا في العالم كله، وكيف نحن نزيح هذا التابو من أو هالستيغما اللي قاعد يستوي لمريض الصحة النفسية جدا مهم. وأيضا بنتكلم عن التحول اللي شهده قطاع الصحة في دولة الإمارات على مدى الأعوام السابقة، وأيضا نتكلم عن ما هو الجديد مش في التكنولوجيا، لا في الفهم للصحة. نحن وين متجهين؟ شوف اليوم الذكاء الاصطناعي، أنا بالنسبة لي مش تقنية فقط، لا بتغير حياتنا. فما أدري إذا تتابع الأفلام الجديدة كلها اليوم يعني يتكلمون عن الذكاء الاصطناعي والتحديات اللي بتواجهنا من الذكاء الاصطناعي. طيب كيف نتجه؟ البارحة أقرأ خبر الدكتور يقول لك إن الذكاء الاصطناعي ممكن إن يهدد عمل المدراء في عملية أن تنظيم العمل للموظفين. شوف الذكاء الاصطناعي الإنسان اللي اخترعه والإنسان اللي بيغذيه بالمعلومات إلى أبعد مدى ما تتصور. هو شيء زين يعني في النهاية، ما بيكون شيء سيء إلا إذا يعني في بعض الناس يستخدمون استخدام سيء يعني، أو بعض الدول أو بعض المنظمات اللي ممكن تستخدم استخدام سيء، ولكن دائما كل شيء هو سلاح ذو حدين مثل ما ذكر دكتور. بالضبط. فنتمنى أيضا تواجدكم والفريق الإعلامي وأحد المتحدثين عندنا في كنت بسألك أنا دكتور ندى الملة، دكتور شو بتكلم؟ دكتور ندى الملة بتكلم عن التحول الذي تشهده دكتور معانا؟ هيئة الصحة في دبي والتحولات اللي صارت على مدى السنتين اللي طافوا، فبتكون أحد المتحدثين عندنا. طبعا نفتخر نحن بتواجد كوكبة من الشباب المواطنين يتكلمون عن أبرز الحضور. دكتور أبرز الحضور عندكم منو؟ أبرز الحضور هم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام عندنا في هيئة الصحة مع المدراء التنفيذيين، وبإذن الله نحن أيضا ننتظر زيارة معالي رئيس مجلس الإدارة حبيب الخامي لها الفعالية. المتحدثين دكتور أتكلم عن السيشنات اللي بتكون، يعني منو حد من المتحدثين اللي؟ والله كوكبة مختلفة، عندنا من اليابان، عندنا من أمريكا جايين، عندنا من دولة يعني أن الأخ سند جاي من الأردن أيضا بيتكلم عن التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الصحة. ممتاز. لكن شوف تيدكس قوته مش فقط في الموضوع، ولكن كيفية طرح المتحدث للموضوع. المتحدث نفسه صحيح. نعم. فشو تميزه؟ ودائما نتكلم عن القصة، الجانب القصصي في الموضوع. طيب نحن اليوم التكنولوجيات هاي يتكلمون عنها كثيرين في كثير من المؤتمرات، ولكن شو القصة اللي بتجيب لي إياها أنت في تيدكس أساس أنا أربطها بفائدة معينة أو يمكن أربطها بسلبية معينة حتى؟ ممتاز. طيب دكتور النتائج المتوقعة من هذه المناقشات والتفاعل اللي تستضيف الهيئة لأول مرة، وإن شاء الله نتمنى أن يكون يعني على مدار السنة. شوف التحفيز اللي بيطلع اليوم من المتحدثين الموجودين، وأيضا من التفاعل اللي بيستوي بين الحضور، وأيضا من زيارة المتحف، نحن بنعمل زيارة كاملة لمرافق المتحف، أظن بيطلعون الحضور بشحنة إيجابية كبيرة من يعني دفعة طيبة وإيجابية لمستقبل مشرف لهيئة الصحة وللصحة في العالم كله إن شاء الله. يعني اليوم نحن نطلع من هذه المنصة أن كيف نقدر نقود العالم في الصحة بفكر جديد، بتقنيات جديدة، بأساليب جديدة، نبتديها بمنصة عالمية مثل تيدكس. ممتاز دكتور، نحن نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وشاكرين لك هذه المداخلة الجميلة، وإن شاء الله بنخلص البرنامج وماني بنحاول نحضر يعني معظم الجلسات اللي موجودة. دكتور محمد الرضا مدير مكتب التحول التنظيمي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك وكل التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا.
شكرا شكرا يا ابو يوسف. شكرا دكتور. اذا مستمعينا مستمرين معاكم بعد الفاصل ان شاء الله بتكون عندنا مواضيع اخرى، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده، سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام، وعبر اذاعتكم الجميله والسعيده والمتميزه دائما اذاعه نور دبي. اذا ارقام التواصل معنا 600-551-414 للاتصال، والرسائل نصيه على 4006. أقول بكل صدق وأمانة أن الجهات الصحية بدولة الإمارات عامة ودبي خاصة لا تقدر بثمن. شكرا. كنا نتكلم يعني اليوم يوم السعادة العالمي، وأيضا يعني يوم مميز عندنا في دولة الإمارات، بحيث أن معظم الدوائر الحكومية كذلك تشارك بشكل أو بآخر في فعاليات تضيف البهجة تضيف السعادة على المتعاملين. أيضا في بعض المبادرات حتى الشخصية من قبل بعض الموظفين اللي يساهمون منهم من أنفسهم، يمرون على الموظفين ويحاولون يزرعون السعادة. اليوم مثلا أنا بخبركم أن الأخت وفا الحبشي، وكانت معاها بعد أسماء، ظني أسماء المهيري والمري ما أتذكر والله، ثنتين موظفات عندنا في هيئة الصحة، شالين معاهم يعني بوكس في كاكاو، هذا الكاكاو مرسوم عليه مجموعة رموز الابتسامات والضحك وكذا، اللي موجي اللي نحن نعرفه في الهواتف الذكية، ويمشون يقولوا لك اسحب واحدة من هذا من هاي الشوكولات، يطلع لك الرمز، يعطونك تحليل شخصيتك. زين، تحليل الشخصية على حسب أنت سعيد وكذا وغيره، فتعطيك مثل طاقة إيجابية. هذه مبادرة فردية كانت من عندهم، أنا حبيت أن أذكرها لأن تعجبني هذه المبادرات اللي تكون من الأشخاص مش مؤسسية، هم بروحهم يلفون على كل المكاتب في الهيئة ويسوون هذه الشغلة، فيعطيهم العافية. لأن دائما حبيت أذكرهم لأن عندهم وايد مبادرات مجتمعية بهذا الشكل. هني هذا الدافع الرئيسي اللي يخليك أنك أنت يعني تفكر دائما بإيجابية. الموضوع موضوع التفكير الإيجابي هو التفاؤل، هو أول مثل ما قلنا خطوات تحقيق النجاح، تغير من عاداتك وسلوكياتك لكي تكون يعني فاعلة وتأثر في المحيط اللي حواليك. أنت فرد صح، ولكن ممكن تكون فرد مؤثر بشكل إيجابي على الكل، فهذه مسألة وايد مهمة. طبعا كيف تخلي عمرك أو في بعض الوسائل تخليك أنك أنت تفكر بشكل إيجابي، منها يعني اليوم كانت في رسالة جميلة من الهرمود يقول تمسك بالدين وصلي وصل الرحم، هذه مسائل مهمة. أيضا تغيير الاعتقادات السلبية اللي في مخك، لازم حجر الأساس في عملية التفكير الإيجابي أنك أنت تغير المعتقدات السلبية اللي في مخك. عشان شو؟ عشان تبني أفكار إيجابية تقدر من خلال هذه الأفكار أن تأثر على صحتك بشكل إيجابي وتأثر على المحيط اللي حواليك. فلازم يكون عندك إيمان بشكل كبير بأفكارك، أنها يعني أفكار تقودك نحو التفاؤل، تقودك نحو النجاح، تقودك نحو الإصرار أنك أنت تحقق أو تغير من سلوكياتك السلبية إلى سلوكيات إيجابية. فاقتنع اقتناع تام بأنك مسؤول بشكل كامل عن أي عمل تقوم به، أنت المسؤول، مو بنت يعني أنت يا نمر، بس بشكل عام أتكلم عن الجمهور، خاف نمر مسكين قال بلا تحمس. فعموما نحن الحين من نستضيف معانا عبر الهاتف دكتور إيهاب عبد الرحمن، أخصائي طب الأسرة في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور وسرو، السلام عليكم، كيف حالكم؟ يا هلا يا هلا دكتور. نحن نبغي نتكلم اليوم عن يعني بعض المواضيع الخاصة بالخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، بالتحديد بنتكلم عن الفحص الطبي الشامل
والكشف الطبي الدوري وأهميته والإمكانيات اللي توفرها هيئة الصحة في هذا المجال، فياليت يعني تعطينا فكرة في البداية عن الفحص الطبي الشامل. أولا صباح الخير، ونشكر هيئة الصحة بدبي وإذاعة نور دبي على استضافتنا لهذا البرنامج الكريم اللي يهدف إلى تعريف الجمهور بالمعلومات الطبية الهامة جدا اللي تحافظ على الصحة العامة. حقيقة يمكن الفحص الطبي الدوري والشامل هو فحص طبي مهم جدا، والفكرة فيه بسيطة، يهدف إلى الكشف المبكر عن بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها ببعض التدخلات العلاجية قبل حدوثها، فبالتالي نتفادى عن طريق هذا الشيء حدوث بعض المضاعفات التي يمكن يكون صعب من علاجها في المستقبل. وحقيقة أشير إلى أنه نحن اليوم بصدد تركيز على جزء مهم جدا من الفحص الدوري، لأن الفحص الدوري الشامل يشمل عدة اتجاهات، من ضمن هذه الاتجاهات بعض أمراض القلب والسكري. يمكن هذه الفقرات غطتها أختنا الدكتورة أميمة الأسبوع السابق، وإحنا في اتجاهات أخرى هي الفحص الدوري المبكر لبعض السرطانات، بالإضافة إلى موضوعنا الأساسي وهو الفحص والكشف المبكر عن ما يسمى بها شاشة العظام، لأن جماعة شاشة العظام هو موضوع مهم جدا وحيوي. أوكي، راح نتكلم عنه بتفاصيل أكثر خلال الحلقة، ونهدف إلى تعريف الناس عن إلى ما يسمى بها شاشة العظام والكشف المبكر، لأن إحنا لاحظنا من خلال عيادات إن الناس لا تدرك هذا الموضوع، ولا حتى تجي لما تيجي العيادة الناس تركز. خلينا نتكلم عنه دكتور، يعني شو انتشار هشاشة العظام والمشاكل اللي نحن نشوفها؟ جميل جميل. طبعا تعريف الهشاشة هو مرض يصيب العظام، مرض مزمن، أهم ما فيه إنه هو مرض متزايد، وبالتالي إذا ما كان فيه تدخل راح نوصل إلى مراحل متطورة جدا يؤدي بشكل أساسي إلى حدوث ما يسمى بكسور الهشاشة. كسر الهشاشة معناه أنه يمكن أن يحدث لدي كسر خاصة عند كبار السن بدون إصابة أو إصابة طفيفة، كان من المفترض أن لا تؤدي إلى هذا الكسر، وإذا حدث عندي الكسر سوف يؤدي الكسر إلى حدوث أن الإنسان يكون مقعد، راح تكون فيه مشاكل صحية كثيرة متعلقة بأنه عدم استطاعته بأداء الوظائف الحياتية الهامة، وهذا شيء أساسي للإنسان. طرق الوقاية دكتور؟ نعم، الآن هشاشة العظام طرق الوقاية عن ما يسمى عن طريق الكشف المبكر. الكشف المبكر يستهدف فئة معينة من الناس، وهم بالنسبة للنساء فوق 65 سنة فما فوق، والرجال 70 سنة فما فوق بدون وجود أي أمراض أخرى. إذا أنا كان السن أقل من 70 سنة بالنسبة للرجال وأقل من 65 سنة بالنسبة للنساء، وجود بعض العوامل الأخرى خاصة النساء اللي هم وصلوا إلى سن الياس إذا كانت الست هي مدخنة أو لا تستخدم بعض أنواع الهرمونات أو لديها نقص في الوزن بشكل شديد أو حدث لديها سن يأس ما يسمى بسن يأس مبكر، بالإضافة إلى بعض الأمراض المزمنة الأخرى مثل أمراض السكري وأمراض أمراض السرطانات وأمراض الكبد والروماتيزم وغيرها من الأمراض، إذا وجدت عند هذا الشخص خاصة الناس الذين يأخذون أدوية الكورتيزون، هذا الشخص يجب أن يخضع إلى كشف مبكر لهشاشة العظام. الآن إذا وصلنا ما هو الكشف المبكر الذي نحن نقوم بعمله في هيئة الصحة في دبي هشاشة العظام، وهو عن طريق ما يسمى بخطوتين. الخطوة الأولى طلب تحويل إلى عيادة، عندنا عيادة متخصصة بفريق متكامل ذوي خبرة عن موضوع علاج هشاشة العظام، يتم تحويل المريض إلى هذه العيادة، بالإضافة إلى طلب صورة تسمى دكسا سكان. هذه الصورة عن طريقها يتم اكتشاف وجود هشاشة العظام عن طريق وجود نسبة معينة، إذا كانت هذه النسبة 2.5 نقول عليها ماينس 2.5 يعني هي أقل من 2.5، إذا كانت 2.5 فما فوق فيوجد هشاشة عظام، يجب أن يخضع هذا المريض إلى علاج قبل حدوث الكسر. أهم ما في الموضوع أخي أنه يجب أن نكتشف الهشاشة قبل ما يحدث الكسر، لأنه إذا حدث الكسر خلاص راح تحدث إعاقة، راح تكون في مشاكل حياتية يومية مصاحبة لهذا المريض بسبب هذا الكسر. دكتور أنت ذكرت أنه يصيب يعني هذه لكبار السن، ممكن أنه يصيب صغار السن كذلك؟ نعم، بشكل أساسي هي تحت 50 سنة. حتى الآن معظم المنظمات العالمية التي حطت الإرشادات إحنا نسميها الجايدلاينز أو الإرشادات أو الخطوط العلاج العالمية إنترناشونال جايدلاينز، كلها توصيتها إن الكشف المبكر يبدأ من 50 حتى من 50 سنة،
بالنسبة للرجال والنساء إذا وجدت مثل ما ذكرت بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض الغدد الصماء مثل السكري، لأن في بعض الناس مصابين بالسكري من عمر 30 سنة فلديهم مثلا السكر لمدة مثلا أكثر من 10 سنوات هذا الشخص قد يكون معرض أيضا لشاش عظام. أنا ممكن تقريبا إحدى المرات جاتني إحدى النساء تستخدم بسبب أمراض الروماتيزم تستخدم كورتيزون. نحن نعرف أدوية الكورتيزون تؤدي إلى بعض المشاكل الصحية من ضمنها هشاشة العظام، فهي تستخدم الكورتيزون لمدة لا تقل عن 5 سنوات وهي أصيبت بهذا المرض اللي هو الروماتويد أرثرايتس أو الأمراض المفاصل والروماتيزم تقريبا من عمر 30 سنة. فبالتالي هذا الست ولو إنها هي تحت 50 سنة يجب أن تخضع إلى فحص هشاشة العظام. وبالتالي إن المريض إحنا هذا دورنا في الرعاية الصحية الأولية وفي هيئة الصحة بدبي تحديدا إن عندما يحضر المريض حتى إذا حضر لدي المريض لسبب آخر قد راجع بسبب حرارة أو كحة، فأنا اكتشفت إن هذا المريض يعاني من هذا المرض المزمن الذي أنا أعرف تماما إنه قد يؤدي إلى هشاشة العظام، من واجبي أني أبلغ المريض وأشرح له عن أهمية هذا الفحص ثم يتم تحويله لعمل هذه الأشعة الدكتسكال لاكتشاف هل هناك هشاشة أو لا توجد هشاشة. ممتاز دكتور، يعني نصائح عامة للوقاية من هذا المرض ممكن نحن نوجهها للجمهور وشو يعني بشكل عام يعني حتى نعم طبعا النصائح العامة بشكل عام تتمثل في تقريبا 3 نقاط أساسية. النقطة الأولى التي يركز عليها بشكل عام ويمكن هذه يعني النقطة قد تفيد ليس فقط في هشاشة العظام في أيضا في الأمراض الأخرى مثل السكري ومثل الضغط وغيرها من الأمراض وارتفاع الكوليسترول اللي هي التغذية السليمة. يا جماعة التغذية السليمة الغذاء المتوازن الذي يحتوي على كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين سي وفيتامين دال، لأن هذه المعادن مهمة جدا لصحة العظام، وقد نجد هذه المعادن بشكل أساسي في الحليب ومشتقاته والخضروات الليفية بالإضافة إلى البيض وزيوت السمك. النقطة الثانية هي ممارسة الرياضة بشكل منتظم، ونحن عندما نقول الرياضة أي نوع من أنواع النشاط البدني. يا جماعة لا يعني ليس من الواجب أن الشخص يلبس لبس معين ويذهب إلى جيم، هناك بعض كبار السن بعض الناس المصابين بأمراض قد تكون الرياضة بسيطة جدا عبارة عن بعض النشاط الرياضي أو النشاط الحركي إحنا نسميه حتى داخل المنزل أو خارج المنزل أو الذين يذهبون إلى الصلاة إلى المساجد قد يذهب إلى مسجد أبعد، فكل على حسب حالته الصحية على حسب عمره. مطلوب من كل شخص يوميا أن يقضي 30 دقيقة قد تكون مقسمة بنسبة 10 دقائق على 3 مرات أو 15 دقيقة على مرتين خلال اليوم، ومطلوب 5 أيام في الأسبوع. فهذا ما احنا نسميه بالرياضة الكافية التي تكون عبارة عن 150 دقيقة خلال الأسبوع. النقطة الثالثة والمهم هي الكشف المبكر خاصة الذين يعانون من الأمراض المزمنة إذا كانوا في سن مبكر، وإذا كان الشخص وصل عمر خاصة الستات وصل إلى سن اليأس والرجال إلى سن فوق 65 ونهز 65 سنة يجب أن حتى الناس الذين يعني أحيانا بعض الناس يوصلون هذا العمر ما يكون واعي لأنه هو يروح للطبيب ويفكر بهذه الطريقة، لكن أكيد طبعا الأبناء والمحيطين في الأسرة وهم يسمونهم كير جيفر الذين يهتمون بهذا الشخص وكيف هم يذهبون إلى الطبيب ويطلبوا هذا الفحص. حقيقة يعني أرى كثير من هذه المشاكل، يأتي مثلا الشخص المسن إلى العيادة ويشتكي دائما من آلام في العظام وإن لا يستطيع الحركة، ويجيبوه دائما ألقى يجيبوه لي على كرسي متحرك أو ويل تشير، فدائما يتبارد إلى أذهان معظم الأطباء الفحوصات الأخرى، لكن يجب أن نركز بشكل أساسي على الفحص المبكر لهشاشة العظام عن طريق تحويل إلى صورة الدكسا سكان والتحويل إلى الطريقة المتخصص لعلاج هشاشة العظام. نعم، يقول هشاشة العظام هل نقدر نتفاداها في عمر الشباب؟ تحدث عنها الدكتور من خلال الأكل والرياضة. دكتور إيهاب عبد الرحمن أحمد أخصائي طب الأسرة، يعني نحن كنا نتمنى تواجدك معنا في الاستوديو لكن يمكن حصلت بعض الأمور، لكن إن شاء الله بتكون لنا استضافات لك دكتور في المستقبل. شكرا جزيلا لك دكتور، ولا تعد بلقائكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيك، شكرا لك. إذن يعني مستمعينا دائما ما تكون هنالك يعني مواضيع كثيرة نحن نطرحها للاهتمام بصحتكم، الغرض الرئيسي أن نوصل إلى يعني نمط حياة صحي وسعيد، لأن في صحتك إذا أنت مرتاح صحيا بتكون مستانس وسعيد.
هذا اللي نحن دائما ما نسعى له. ف اللي حاب يتواصل معنا عندنا تقريبا اقل من 5 دقائق ميرا، اذا 600551414 او عن طريق رسالة نصية على 4006. ناخذ بمصبح معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي انت ما شاء الله عليك دائما ايجابي بمصبح. وصبحك الله بالخير والنور والسرور والسعاده والفرح. الله يطول عمرك. الله يسلمك. تفضل يا مصبح. سعادتنا الله يطول عمرك تكمن بشوفتكم، بسماع صوتكم، بمواضيعكم الطيبه والهادفه واللي ترجع لنا بالنفع مثل ما تفضلت. الله يطول عمرك. سعادتنا بالصحة الطيبة ويدومها إن شاء الله على جميع إن شاء الله، ويعافي كل مريض الله يطول عمره. آمين يا رب. وجه تحية لأختنا أم خليفة وأبو محمد والإخوان العاملين كلهم في هيئة الصحة بدون استثناء، من أكبر رأس لين أصغر رأس، الله يحفظهم إن شاء الله. آمين. ويجعل أيامهم سعيدة وهنا وفرح. الله يبارك فيك. بمصبح شو سويت اليوم أنت؟ شو بادرت اليوم في يوم السعادة؟ والله مبادرتي إن سبحان الله دخلت وحين ويوم خليفة قلت له والله يوم خليفة أستاذ ميرا قلت له أبدأ داخل بس إني أوجه تحية لأن دومنا شوفت أخونا محمود ودكتورة ندى الملا الله يحفظها ويرده بالسلامة، ما أدري وين موجود الله يحفظها. موجود اليوم في تيدكس عند محاضرة وجميع لهذا إن أنت تزرعون الفرح الله يطول عمرك. قالت لي شوي بمصبح الآخر البرنامج إن شاء الله بدأ في الأثناء هذا جاء أمير سبحان الله جاء بس مرور الكرام قمت والله سبحان الله وتعرف كلماتنا الطيبة اللي استمديناها منها واللي استفادينا منكم الله يطول عمرك والأشياء الإيجابية هاي زرعنا الفرح والسعادة اللي هاي إنك جاور السعيد تسعد ومجاورتكم الله يطول عمرك. الريال راح يدعي ويشكر ويبارك ويبارك على بلادنا ويبارك على معاملها الطيبة من الشعبنا الله يبارك فيهم جميعا إن شاء الله وشوفنا الله يطول عمارهم كلهم جميعا بدون استثناء. هذا اللي حزنا من بلادنا الله يطول عمار شيوخنا والمسؤولين كلهم العاملين في هذا. يعني أحمد يقول صدقك والله السعادة تكمن في الصحة وشوية فلوس بعد. الفلوس تجيب الله يطول عمرك احنا نجيب الله يطول عمرك صادق. بس بالصحة والعافية الله يطول عمرك وسامحونا لأن كلمات تطلع من القلب للقلب الله يطول عماركم. مشكور يا أبو مصبح جزاك الله خير أستاذ محمود وعلى جميع العاملين الله جزيلا على هذا الطاري. يعني سبحان الله يا جماعة الخير يعني كانت عندي أكثر من مناسبة يعني تواجدت ولا الحمد يعني في حضرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. والله يا جماعة ما أبالغ أقسم بالله لما الواحد يكون تفكيره إيجابي تأثيره يكون على الناس اللي حواليه. فسبحان الله مجرد ما يدخل المكان سيدي صاحب السمو بس يدخل تحس والله ما أبالغ يعني مو بنا كلمات يعني الواحد يهدف من وراء الرياء أو شيء لا لأن هذا الواقع تحس المكان كله يتحول إلى طاقة إيجابية بشكل غير طبيعي. سبحان الله يعني في ناس تفكيرهم الإيجابي وطريقة يعني تأثيرهم على الناس قوة هذا التفكير الإيجابي كيف ممكن أنه يأثر على الناس كيف ممكن أنه يقود أمة كاملة شعب كامل أنهم يفكرون بهذا الشكل. هذه ما تي من فراغ أما يت عن طريق فكر عن طريق إصرار عن طريق خطوات الواحد حطاه له نهج في باله ووصل له. فهذا هذا اللي نحن نشوفه. يقول عاد اليوم يوم السعادة فلازم نكون متفائلين وإيجابيين. أحسنت. فحد يقول لي يسألني وين البنت اللي وياك دكتور ندى الملا اليوم عندها تيدكس. إنزين فعموما قبل أن نختم يعني عندنا دقيقتين بس بعطيكم بعض الأشياء اللي لازم تسوونها يعني أساس الواحد يفكر بتفكير إيجابي. عزيز المستمع مريت بتجربة فاشلة خذ منها العبرة استفيد منها قدر الإمكان. إنزين وهذه التجربة بتشكل لك خطوة أو مجموعة خبرات بتجنبك إن شاء الله أنك أنت تطيح في نفس الخطأ مرة ثانية. لا تيأس لا تندم ثق بقدراتك الحلم البسيط بالقدرة على تحقيق الأهداف والثقة بالنفس بتوصل له.
تواصل مع الناس، مع الأشخاص اللي عندهم تجارب كبيرة، عندهم فهم في الحياة، تعلم منهم وكون معاهم. لا تصادق السلبيين، السلبي بيعديك والإيجابي بيعديك، فخلك مع الإيجابي وإن شاء الله أيامكم كلها فرح وصحة وسعادة. فكل عام وشعب الإمارات العربية المتحدة بكل خير، وأيضا المقيمين على هذه الأرض الطيبة، ودامت أيامكم إن شاء الله طوال العام والأعوام القادمة كلها مليئة بالفرح والسعادة والإيجابية. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، كل الشكر حق ميرا الأخفلي كانت معنا في التنسيق اليوم، السانسة ميرا، والمبدع دائما نمر محمد عبده، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.